هنا بحي مختيش عبد القادر بموزايا غازت السكان هذه الأصلاب الهائلة من حشرة غريبة صغيرة تشبه النمل، أثارت الذعر والفزع في نفوس السكان. موضوع هذه الحشرة هذه عندها واحدة مدة 10 أيام، احنا مع الأول قلنا ما هذه حشرة تمشي صبناها طرف الطريق، وما بدت يوميا تزيد كثرت بزاف وما توصلت الديار. كاين بعض الناس مساكن، انا عندي طفل وليدي هذا ما فقنالوش مع الاول، هو جا الحانوت اقضى كي كان رايح طلعوا في الجيب بدا يخبش كي قلبوا باباه صابوا يا ودي الله لا يشوفك. هذه ما يقدرش يعرفها واحد اللي مش واعي ويقلبوا كاع، يقدر يقول لك المل. احنا ما وصلناش، هذه حشره هي حمراء، الانسان لا شاف حشره بزاف واحمر يعرف باللي هي. وحنا عندنا بالحق اقصائيين ويديروا بحوث وان شاء الله يسيبوا لها حل. جو جايين طفل صغير ياكل في الفلاش ما على بالوش بلي الاخر بلي باعوا شو قايتينا. طلعت فيه مون بسيحتين ثلاثه بدا يخبش، رفدته طلعته للمستشفى تاع مزايا. كي قدمنا ليها مليح انا وليد عمي واحد اخر امنيه، قلت له هذا مش نمل، احنا عندنا ذاك النمل الاحمر ذاك الصغير. كي قدمنا ليه عرفناها بلي ماشي نمل، احنا ما تفهم فوقنا بلي اسكو برغوث ولا كش مهم حشرة ما جامي تلاقينا بها. الحشرة الصغيرة التي لم يتم التعرف عليها إلى حد الآن تتكاثر بسرعة في بيئتها المفضلة من درجة حرارة مرتفعة والغطاء النباتي، وبمجرد ملامستها تحدث أعراضا من احمرار الجلد والحكة المستمرة دفعت بالسلطات تدخل سريع للحد منها. ولادي أنا ديتهم هربتهم غير على جال الاخرات، بيسك انا عندي طفل صغير عنده 9 شهور وهو كيشت هذا وليد جاري هذا. السلطات كثر خيرهم جيو. وربي يحفظهم. السلطات البلديه شاف دايره مدير تاع الفلاحه الحمد لله البارح جاو لينا وقفوا معنا وكذا، وحنا رانا واقفين معاهم ثاني، احنا ما نجراح نبعدوا عليهم. حالة من القلق عاشها السكان بهذا الحي جعلت البعض يغادرون مساكنهم خوفا من الأخطار التي تحدثها هذه الحشرة التي لم يسبق لهم رؤيتها، ما يتطلب تكثيف حملات إبادتها لحماية المواطنين.